في عندي قصة، قصتي في أخبركم إياها. ستقف يارا بنصار على خشبة مسرح مونو لتروي حكايات مدن بلا حيطان في عرضها الجديد بيت بلدي، حكايات تختصر قصة امرأة ورحلتها بين بيروت ومدن أخرى. قصتي بسيطة، ما فيها سحر، ما فيها مخلوقات غريبة، ما فيها لا أبطال ولا أشرار، فيها مدن، مدن زرتها. هي مدن، هي إذا بدك توصفها من وجهة نظرها الخاصة، هي كيف بتشوفها وكيف بتحتك مع سكانها، وبتوصف كل مدينة حسب عادات السكان الجامعية. هي مواضيع منا كتير فرحة، بس مرات تعالج بشكل فرح، وهي مرات بتعالجها حتى بطريقة ساخرة، بس مواضيع اجتماعية. وإيه ممكن الناس يحسوا إنه هو المواضيع بتشبههم، وبعتقد إنه كلنا عنا قصص مشتركة وتناقضات بما يتعلق بعلاقتنا ببيروت. وكما في بيت بلدي، حملت يارا عرضها المسرحي من بيرن إلى بيروت في تجربة جديدة ومختلفة عن التجربة السويسرية. هونيك كان في حشرية يعرفوا، لا ما بيعرفوا بيروت وأنا جاي، فالعرض كتبته بالإنجليزي وعرضناه هونيك، وعدت كتابته بالعربي لأعرضه ببيروت. يعني ما في قول ترجمت، لا كتير تغير أشياء. هو عمل مونودرامي لكن بأسلوب فريد، لكون يارا ستشكل ثنائيا مسرحيا موسيقيا مع بات كونكا عازف الكلارينات. هذا العرض كان قرار انه يكون مونودرام ومع موسيقى، ولأن الموسيقى عنصر كتير اساسي من العرض، دورة عضوة للشخصية. مرات هي كأنه الموسيقى الموجودة براسها، مرات اجوبة على حركة ممكن تعملها، مرات بتكمل الحركة، مرات داخلة بقلب النص بشكل بس اصوات مش موسيقى لحن يعني. ففي تنوع لذيذ بالموسيقى. مدن وذكريات، أغراض وأمكنة اجتمعت في حكايات ستروها يارا لكم عند زيارتكم بيت بلدي.